ودائما عندنا محطات خاصه ومميزه ضمن صباحاتنا اللي نحكي فيها عن بعض المواد القانونيه، لحتى ايضا نحاول انه نعرف الناس كيف ممكن يكون بعض الامور والتفاصيل اللي هي بتهمهم بحياتهم اليوميه. رح نكفي بمجال التعرف على اوراق وثبوتيات ضمان الحقوق مثل ما بسموها، حكينا سابقا عن الكمبيالات، حكينا عن سند الامانه وغيرها. اليوم رح نحكي عن الإسناد الرسمي أو السند الرسمي، تفاصيل أكثر رح نتعرف فيها اليوم عن هذا النوع من الأنواع. أكيد سلمى، السند إن كان رسمي أو عادي فهو يعتبر من الأدلة الكتابية قانوناً، له آثار ومفهومه الخاص ضمن شق القانون. رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع ضيفتنا الأستاذة المحامية رنا ديبي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور لكم وصباح النور للمشاهدين جميعاً. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذة رنا. خلينا نبلش بالتعريف القانوني ل السند الرسمي أو الأسناد الرسمية. هلأ أنا لما بقول أولاً كلمة سند رسمي، لما بقول كلمة أسناد بالقانون، فمعنى دغري معناتها قصدي كتابة، أسناد كتابية يعني. الكتابة هي عبارة عن وثيقة بحررها مثلاً صاحب المصلحة أو صاحب العلاقة أو جهة رسمية بهدف إثبات حق معين، مثلاً شخصين بدهم يعملوا عقد بيناتهم فبحاجة لإثبات هذا العقد بسند. هذا السند يعني نحن بنقول سند يعني شيء مكتوب كتابي، سند الكتابي، وهذا السند بيكون حجة فيما بعد أمام الناس وأمام أي جهة بتدعي عكس هيك. إذا كان فعلاً صحيح السند فبيستخدمه الشخص ليثبت حقه فيما بعد، وأحياناً بيكون السند مو بس لإثبات الحق وإنما لانعقاد العقد هو ضروري، وهلا بدي احكي بالتفصيل عن كل الفروقات بيناتهم، ولكن بشكل عام السند هو عباره عن وثيقه مكتوبه محرره من قبل اصحاب العلاقه او من قبل شخص، خلينا نقول موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه، لحتى تكون هي الورقه رسمي يعني صحيحه. هلا بدي اقول انه نحن موضوعنا اليوم عن الاسناد الرسميه، ولحتى نحن نفهم شو يعني اسناد رسميه لازم نقول انه نحن عندنا انواع نوعين من الاسناد. في عندنا اسناد رسميه واسناد عاديه. الاسناد الرسمية هي الأسناد التي تكون محررة من قبل شخص، إما هذا الشخص موظف عام وإما شخص مكلف بخدمة عامة. طيب يعني شو يعني شخص موظف عام وشو يعني مكلف بخدمة عامة؟ مو نفس الشيء؟ لا مو نفس الشيء. الموظف العام هو الموظف العام اللي نحن بنعرفه، اللي هو بيكون دائما موظف، يعني هو معين مثلا خلينا نقول مثل الكتاب العدل، كاتب العدل أو كاتب المحاكم، كتاب المحاكم، هدول الأشخاص أو مأذون الزواج، هدول موظفين عامين بتغلب على عملهم صفة ديمومة، يعني دائما هو كاتب عدل، ما هو مخصص لخدمة معينة. بينما الشخص اللي هو معين ليقدم خدمة مثلا، مثل أحيانا بيكون في عنا دعوة مثلا أو إشكالية معينة، فبتعين المحكمة خبير. هذا الخبير مطلوب منه أنه يعمل تقرير بخص هذا الموضوع، تقرير مكتوب طبعا ومصدق من قبله، لأنه بالنتيجة هو جهة حكومية. فهذا الشخص أو هذا التقرير اللي بيصدر عن هذا الشخص هو تقرير سند رسمي، يعني هو ما له سند عادي، مع العلم أنه الخبير ما هو موظف عام، لا تغلب على عمله ديمومة، هو مؤقت، لأنه هو بينتهي من هذا الموضوع اللي يكلف فيه لحتى يقدم خبرته وتقريره، وبس انتهى هذا الموضوع انتهى عمله. فلذلك القانون وقت اجى عرف الاسناد الرسميه قال بدها تكون صادره اما عن موظف عام واما عن شخص مكلف بخدمه عامه، وفي كلا الحالتين السند الصادر عنهم هو سند رسمي. طيب شو يعني سند عادي؟ طيب ما هو سند كمان. سند العادي انه شخصين هن في بيناتهم مصلحه معينه، عقد معين، سند امانه، عقد بيع، عقد هبه، ما الى هنالك من العقود والاوراق، فبيجوا بينظموا عقد بين بعضهم فبيعتبروه هو سند. هذا طبعا سند ولكن ليس سند رسمي، هو سند طبعاً. عادي. طب السند العادي يعني انتوا بتعترفوا فيه بالمحكمه ولا هلا هون في تفاصيل كتير ممكن يكون اكيد هو مو بقوه السند الرسمي قولا واحدا. السند الرسمي سند خلينا نقول سند تنفيذي يعني. اما السند العادي ممكن يعني نستأنس فيه لإثبات هالواقعة اللي صارت. نحكي هلأ تفاصيل بمحاورنا وهيدا يمكن اللي نحن حابين نسلط الضوء عليه معك أستاذة. دائما بنحكي عفوا من الشق القانوني لانه في كثير ثغرات قانونيه يمكن الناس ما بتعرفها، بنحاول نضوي عليها ومثل منها السند الرسمي. حكيتي قديش في فرق يمكن بين السند الرسمي والسند العادي، خلينا نحكي القوه الثبوتيه للسند الرسمي. نعم. وين بتكمن اساسا؟ نحن بنعرف السند العادي لانه لتثبتيه هي يمكن المجهود اللي بياخده مجهود جدا كبير. نعم. اما القوه الثبوتيه للسند الرسمي هي اقوى، يعني قانونيا. نعم. هو مثبت قانونيا. نعم.
هلا السند الرسمي اذا كان مستوفي شروطه كامله، وهلا بنحكي شو هي شروطه للسند الرسمي، بس لنفترض انه نحن عندنا سند رسمي ومستوفي كامل الشروط المطلوبه، فهذا السند له قوه الاحكام اللي اخذه درجه قطعيه بالمحاكم. تخيلي مدى قوه السند الرسمي. السند الرسمي سند تنفيذي يقبل التنفيذ الجبري مباشرة. أنا معي سند رسمي موثق عن شخص موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، أنا ما في قوة بتخليني بتدعي فيه أمام الجميع، أمام كافة الناس هو حجة لإلي. فقط بحالة واحدة ممكن إذا كان واحد دعا تزوير يعني بيكون حتى الموظف مسؤول عن الموضوع لأنه هو تم بتصديقه وموافقته وهو اللي قام بتنظيم هذا السند. فتخيلي درجة القوة، عم نقول هو بدرجة قوة الأحكام اللي أخذها درجة صحيح. قطعية بالمحاكم. هي القوة اللي هي قوة السند التنفيذي، بعكس السند العادي مثل ما تفضلتي وذكرتي انه السند العادي انا ما بقدر يعني هو معترف عليه بين اصحابه، يعني بس الاشخاص اللي نظموه، اذا هن ما صار بيناتهم خلاف فبهذا السند بيقوموا بمصالحهم، ولكن اي خلاف بصير الشخص البينة على من ادعى اللي بيدعي شيء بده يثبت. طيب بدك تثبت بموجب هذا السند، يعني انت فتت بمتاهه انه بدك شهود واذا شهود وبدك تفوت بدك وقت صحيح. طويل وما اخذت القوه القانونيه اللي اخذها السند الرسمي. طيب لهيك انا بنصح بس عفوا سلمى انه دائما وقت الانسان اي شخص بده يقوم باي عمل، يعني اي مثلا عقد بيع، عقد شراء، اي نوع من العقود، عنده مبلغ بده يحطه على سبيل الامانه، مثل ما كنا عم نحكي بالحلقات السابقه انه سندات الامانه ممكن تكون سندات منظمه عند كاتب بالعدل وممكن تكون لا، فهون بتكون اقوى بكثير. يمكن تبذلوا مجهود شوي بالبداية أو تدفعوا رسوم. أنا بعرف الناس كيف بتهرب لأنه من دفع الرسوم بتلجأ للسندات العادية، بس صدقني أنت وقت بدك تحمي حالك سندك الرسمي هو اللي بيحميك مو السند العادي. أكيد. طيب خلينا نحكي عن الشروط. نحن يعني من لحتى نقدر ياخد هو هالقوة ويكون له فعاليته وفي شروط معينة لازم تتوافر فيه. شو هي؟ ذكر القانون هي ثلاث شروط أساسية. خليني أقولها. الشرط الأول أنه الذي ينظم هذا السند، وهذا الشيء ورد بالتعريف يعني مثل ما هلأ حكينا، أنه ينظم هذا السند إما موظف عام وإما شخص مكلف بخدمة عامة، وحكينا شو الفرق بيناتهم. في حال تم تنظيم السند من غير هدول الشخصين فهو سند باطل. هلأ ممكن يكون باطل نهائيا وممكن يكون غير باطل، رح أحكي شوي عن هاي الفكرة لأنه فكرة مهمة. في نوع من أنواع السند، في أنواع من العقود بتتوجب يكون السند رسمي، يعني لحتى أقربها هيك لأذهان الناس، إنه مثلا عقد الهبة أنا بدي أوهب شخص بيت مثلا، فالهبة مذكورة بالقانون يجب عليها أن تكون سندا رسميا في حق يعني. تماما سند رسمي موثق بوفق الأصول القانونية. طيب إذا ما كانت سند رسمي فهل بعتبره سند بس قوته الإثباتية ضعيفة؟ لا، بعتبره باطلة قولا واحدا، لأنه شرط من شروط انعقاد الهبة هو وجود السند الرسمي. انتبهي، فأنا هون ما بقدر أقول إنه سند عادي يلا بس بثبته بجيب شهود مثلا. هون القانون محدد أنه السند الرسمي صفة لإنعقاد العقد، واجب لإنعقاد العقد، بينما في مواضيع تانية السند الرسمي بيعطي قوة إثبات ولكن مو صحة إنعقاد، بيعطي قوة إثبات مثل سند الأمانة. أنا لما بنظم سند أمانة بيني وبين شخص بدون كاتب عدل، طيب أنا هذا حجة أمام المحكمة فيما بعد، ولكن حجة ضعيفة الإثبات. لو كنت منظمه أمام كاتب بالعدل كان حجة قوية الإثبات. هون بتفرق. فأنا هون لما ما بنظمه أمام المحكمة أو أمام كاتب العدل ما بيصير باطل ولكن بيصير ضعيف الإثبات. إذا الشرط الأول أنه يكون الشخص مختص لحتى نحن نحكم أنه يا ضعيف الإثبات يا باطل نهائيا إذا ما كان مختص. الشغلة عفوا أنه موظف عام أو مكلف بخدمة عامة. الموضوع الثاني هو موضوع الاختصاص. يعني احيانا بنظم سند انا امام شخص موظف عام ولكن هذا الشخص غير مختص اما مكانيا او موضوعيا. كيف يعني مكانيا او موضوعيا؟ يعني كاتب عدل حلب مثلا بيجي على دمشق بنظم مثلا عقد هبه لاشخاص بدمشق. هلا هو كاتب عدل حقق الشرط الاول، هو موظف عام ولكن غير مختص، اذا باطل، اذا عقد الهبه يعني باطل. لازم يكون من نفس المدينه، من نفس المكان. هذا اختصاص مكاني، هذا بنسميه اختصاص مكاني. وفي اختصاص موضوعي انه انت كاتب مثلا مختص بتنظيم نوع معين من السندات، نظمت نوع اخر فانت نظمت بموضوع خارج عن سلطتك وخارج. اذا حدا عمل هالوراق برا البلد يعتبروا له ثاني. كل موضوع ثاني هو بده يبعث وكاله لحدا داخل البلد فبينظم وفق الاختصاص الموضوعي والمكاني. يعني عرفتي سلمى، فكل سند بده يتنظم بده ينسال مين الاشخاص المختصه
بده يلجأ أول شيء لموظف، وبده يكون هذا الموظف مختص بتنظيم هذا السند. إذا لما موظف غير مختص نظم سند فالسند باطل إذا كان شرط انعقاد، وسند بيرج بيتحول لسند عادي في حال كان هو شرط من شروط الإثبات وليس الانعقاد، بصير سند عادي لو منظمه موظف ولكن خارج صلاحياته وحدود سلطته. النقطة الثالثة اللي بدي أحكي فيها أنه بده يكون ضمن الحدود القانونية. كيف يعني ضمن الحدود أو ضمن الأوضاع القانونية المقررة؟ يعني أنا في شخصين بدون ينظموا بيناتهم سند أيا كان هذا نوع السند، اتجهوا لعند موظف مختص، موظف ومختص، والمفروض أولا يتأكد هذا، مثلا افترض كاتب بالعدل، يتأكد الموظف من أنه هوية المتعاقدين، هاي هي الشروط القانونية أو الأوضاع القانونية، هويتهم، هوية الشهود، ما نحن ما نجيب شهوده بدون ما نعرف مين هن مثلا، تواريخ تاريخ انعقاد السند مثلا، عندك يكون الموظف يتجنب موضوع الموظف العام، موضوع المحي التحشية نحن بنسميها، انه يكتب حواشي خربت السند، يمحي يشطب، هي كلها بتعرض السند لموضوع التزوير لانه صار في عندنا لعب بالمعلومات، فهي القصص بده يتجنبها. هي شرط من شروط صحة السند، لانه انا اذا اجى للمحكمة سند موثق ومصدق عند شخص موظف ومختص ولكن في عنده تشطيب، الهوية غير صحيحة، المعلومات اللي أخذها غير دقيقة، فهون أنا بعرض السند ليكون باطل وسند غير رسمي. طب خلينا نحكي عن الحكم قانونيا للجانب الصوري، يعني في سندات ما بتكون سندات أصلية، يعني هي يا سند صورة عن سند كتابي أو صورة عن سند هو أساسا مثلا رسمي، يعني طالع من جهة قانونية بس ما معي أنا السند الأساسي، هون الحكم كيف بيكون؟ لحظة، هلا هن صراحة هون موضوعين مختلفين تماما. كلمة صوري مو معناتها صورة، يعني هون في عندنا نحن شغلتين بدي احكي فيهم، العقد الصوري وفي عندنا الصور اللي هي طبق الاصل عن السندات. خلينا اول شيء نبلش بالعقد الصوري، هن الصوري يعني مو بمعنى الصوره الفوتوغرافيه او الصوره طبق الاصل، لا صحيح. عاده الناس بيكون عندها نوعين من يعني مو عاده بس في ناس بتلجا لهيك شيء لتهرب من موضوع معين. خليني اعطي مثال عملي واضح ودقيق، عقد الهبه. الناس بدها تروح تعمل هبه لحدا، فرسوم الهبة، الهبة قلنا لازم تكون سند رسمي، رسومها كتير عالية، فبتروح بتهرب. العقد الحقيقي اللي بدها إياه هي هو عقد الهبة، هذا بيكون عقد مستتر ما بدها تظهره على العلن. الصوري يعني الظاهر علني، يعني علني. مش العقد العلني هو العقد البيع شري. ليه؟ لأنه عقد البيع شري تنظيمه ورسومه أقل، فبيكون عندنا نحن عقدين لنفس الأشخاص، عقد ظاهر صوري هو عقد البيع وعقد مستتر هو الهبة. طيب إذا هذا الشيء بالقانون شو حكمه؟ نحن منروح قانوناً على العقد المستتر. ليه؟ لأنه العقد المستتر هو النية الحقيقية للمتعاقدين، ولكن هن لجأوا إلى العقد الصوري ليهربوا من موضوع الرسوم، فالقانون ما بيعتد بالعقد الصوري، بيعتد بالعقد الحقيقي اللي هو عقد الهبة. هن أرادوا الهبة، اتجهت إرادتهم للهبة فالهبة. طبعا هذا الشيء لينكشف، يعني نحن بالعام هيك أحيانا تصير، يعني مشان هو عقد مستتر خلاص بيكون بينه وبينك أنت اللي أبرزته، ولكن في حال نعرف انه في عقد صوري وعقد مستتر فلا، العقد الحقيقي احنا بنروح للعقد الحقيقي، هن نيتهم هبه، هربوا بطريقه ثانيه. مش طب اللي عنده سند مش السند الاصلي، صوره عن السند، كيف بيكون حكم؟ الشق الثاني من الحديث اللي هو الصور، شو قوتها القانونيه للصور الماخوذه عن السندات الاصليه؟ فاول نقطه نحن عندنا بحال كان السند موجود وبحال السند ما كان موجود. اذا كان السند موجود وله صوره وهي الصورة يعني منظمة من قبل شخص مختص، فهي لها نفس قوة السند الأصلي، هي صورة عنه ولكن مطابقة للأصل، ما إجا حدا ادعى أنه هي غير مطابقة للأصل، وهي منظمة شخص موظف عام ومختص، فإذا لها قوة السند الأصلي تماما. هي أول شق. الشق الثاني، طيب أنا عندي صور بس ما عندي الأصل، ضاعي الأصل، فأنا شو حكم الصور؟ النقطة الأولى أنه إذا الصورة الأولى اللي مأخوذة عن السند الأصلي موجودة، هي الصورة الأولى وكانت مصدقة ومنظمة من قبل صاحب العلاقة شخص مختص وموظف، يتم الاعتراف وما وما كان في دليل، يعني من شوفته طبعا الموظف هو صاحب خبرة، ما في شيء بدل أنه هي مزورة أو فيها لعب أو هي بدل أنه مطابقة الأصل، فلها قوة الأصل. الصورة المأخوذة عن الصورة الأولى بده يتم تصديقها. لاحظي مثلا بشهادات الجامعة، لما الشخص بده يستخدم شهادته الجامعية لأكثر من جهة، بده يقدم على وظيفة، فبيقولوا لك جيب لي صورة مصدقة صحيح. لأنه أنا ما عندي الأصل محتفظ فيه بمكان ما، بدي استخدم غير صور مصدقة، بياخذ الصورة الفوتوغرافية بيروح بيصدقها تصديق بتاريخ جديد من كاتب من الشخص المسؤول المختص وبيقدمها، فبتكون هي صالحة مثل قوة الصورة صحيح. الأولى. الصورة الثانية بقى هون نحن ما بناخذها دليل إثبات قوي، هي صورة للاستئناس،
يعني ممكن اذا كثير يعني اضطرينا نستأنس فيها لنستدل على الواقعة، على صحة العقد، على صحة المستند اللي قدامه. اكيد يعني معلومات مهمة مثل العادة استاذة رنا، شكرا لوجودك لكل شيء قدمتي لنا اليوم. شكرا لك سلمى. اكيد شكرا لوجودك معنا استاذة.